الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ينبغي على المسلم طالب العلم خصوصا أن يستكثر من الاستدلال ومن الاحتجاج على ما يثبت إيمانه ويقينه ويرد الشبهات ويوضح الحق. هذه المسألة، هذه القاعدة هي من هذا الباب، دفع الشبهات وما يوهم التعارض من آيات القرآن الكريم أو الحديث النبوي، حتى يكون الإنسان على المحجة البيضاء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول تركتكم على المحجة البيضاء، لكنه قد لا يستطيع أن يبين هذه المحجة إلا العالم وطالب العلم الراسخ في العلم. ولذلك الله سبحانه ذكر الراسخين وأثنى عليهم في سورة العمران، وقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فجعل من علامات الإنسان الراسخ في العلم تمام الانقياد لأمر الله. شفت؟ ليس الراسخ في العلم هو الذي يتنطع ويذكر الاحتجاجات ويضع، لا، وإنما هو الذي أدرك تماما صدق هذا القرآن وأنه حق كله، ولذلك بلغ به الانقياد مبلغه والتسليم لله، فسماه الله راسخ. والراسخ هو مأخوذ من الرسوخ، يعني كأنه جبل جذوره راسخة جدا لا يمكن أن يزعزع أي شبهة، هذا هو الرسوخ. طيب، ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم. فعلوه تعالى أمر ثابت له وهو من لوازم ذاته، ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، فهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة، فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول. ومن ذلك أنه طبعا هذا كلام في غاية الأهمية والجمال، يعني من الشيخ رحمة الله عليه، الإخبار في يعني أنه قد يتعارض عند بعضهم أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه أنه استوى على عرشه، صح؟ الرحمن على العرش استوى في أكثر من آية، صح؟ ولكنه يقول في آية أخرى وهو معهم أينما كانوا. كيف تقول في آية أنك استوى على العرش وفي آية أنك معهم؟ يعني قد يقول قائل كيف هذا تعارض، أنت فوق العرش ولا أنت مع المخلوقات أو المخلوقين في أينما كانوا، كيف توفق بينها؟ فكما ذكر الشيخ قال أن هذا علوه تعالى على عرشه واستقراره على عرشه وعلوه هو أمر ثابت له، وأما دنوه ومعيته لعباده سبحانه وتعالى فيعني لا منافاة بذلك، فهو معهم بعلمه وكلاءته ورعايته. طبعا هذه المسائل يا شباب القرآن الكريم مليء بها، الحديث عن الله سبحانه وتعالى. لو أردت يعني وقلت الواحد منكم يا عبد الله لو سمحت استخرج لي من القرآن الكريم الآيات التي تتحدث عن الله، شوف عدد الآيات الآن 600 و236 في العد الكوفي، صح؟ يلا طلع لي كم الآيات التي تتكلم عن الله وعن صفاته وعن أسمائه، وكثيرة جدا، صح؟ الله تتحدث. ولذلك لاحظوا وقد ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله الآيات التي وردت فيها فضائل، مثل آية الكرسي، صح؟ ورد في فضلها أنها أعظم آية في كتاب الله كما في الحديث، وأواخر سورة البقرة ورد في فضلها أيضا حديث، وأواخر سورة الحشر وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وسورة الكافرون قل يا أيها الكافرون. فالعلماء بحثوا لماذا كان هذا التفضيل لهذه الآيات وهذه السورة، لماذا؟ فنظروا إلى موضوعها فوجدوا أنها كلها تتحدث عن الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، في صفات الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له، وهكذا.
فإذا الآيات التي تتحدث عن صفات الله أعظم من الآيات التي تتحدث مثلا عن القصص أو غير ذلك، لأن موضوعها هو الحديث عن الله. طيب، هذه المسألة يا شباب من المسائل المهمة جدا في الدين، دين الإنسان. نحن الآن مسلمون ونعتقد هذا القرآن وصحة ما فيه وما في السنة النبوية. الآن بالنسبة لنا نحن المسلمين، عندما تقول ماذا تعرف عن ربك أنت الآن؟ والله أنا أعرف الكثير الحمد لله، أعرف كل ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى عن نفسه، أعرف أنه سبحانه وتعالى حليم رحيم عليم قدير استوى على العرش، وهكذا الصفات التي ذكرها الله عن نفسه. ولا يمكن أن تعرف صفاته إلا عن طريقه أو عن طريق الوحي الذي أرسل به رسله. ما يمكن أبدا أني أنا الآن مهما كان علمك أن تبتكر صفة إضافية لله من رأسك، ما تقدر. الطريق الوحيد لمعرفة صفات الله وأسمائه هو الوحي، أليس كذلك؟ وهذا هو مضمون توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات هو في هذا الموضوع. طيب، ألا تلاحظون الآن يا شباب، طبعا نحن بالنسبة لنا وأنتم طلاب علم طالبات علم تدركون هذا بكل بساطة، يعني تقولون كلامك هذا طبيعي عادي مش فيه، ما فيه جديد، لا فيه. لو كنتم تدركون يا شباب ما يعيشه النصارى واليهود والمجوس والبوذيين من الحيرة والغموض والشك والاضطراب والحيرة والجهل المطبق، لما استغربتم هذا السؤال. الله سبحانه وتعالى نور بصائرنا فعرفنا بنفسه وكشف لنا كل التفاصيل التي نحتاجها، فأخبرنا عن صفاته هو، وهذا عالم غيب ما نعرف. كل الأجهزة الموجودة اليوم والاختراعات الحديثة هل تستطيع أن تكشف لك شيئا من غيب صفات الله؟ ما يمكن. الجنة والنار نعرف نحن تفاصيلها، ليس كذلك؟ إذا مات الإنسان وقبضت روحه نعرف ماذا يحدث له في القبر، صح؟ أنه يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه، صح؟ من فين عرفنا هذه كلها؟ من الغيب، من الوحي. هذا جعل المسلم والمسلمة في نور وفي طمأنينة، طمأنينة الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ذكر الله هنا يشمل الوحي كله، لأنه العلم هو مصدر العلم الذي تطمئن به القلوب، والجهل مصدر القلق والاضطراب. هؤلاء يعيشون هذا الاضطراب، النصارى ما يدركون صفات الله ولا يعرفون، لديهم اضطراب، يقولون أن عيسى هو الله، وبعضهم يقول أن الإله ثلاثة في واحد، ما يمكن حتى، ولذلك هم يقولون ما تدخل المخ هذه. طيب كيف تقتنعون أن الله ثلاثة في واحد، الأب والابن وروح القدس؟ قالوا ما نفكر فيها كذا، بس نمشيها زي ما هي. تخيل أنك أنت تعتقد أن إلهك بهذه الصورة، تطمئن في صلاة ولا تقرأ قرآن ولا، ما يمكن. لكن نحن على يقين أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا ند له، وأكثر ما تكلم عن القرآن الكريم في نفي الشرك، صح؟ وكل الأنبياء جاءوا بنفي الشرك والتحذير منه. هذا الوضوح الذي نعيشه هو من هذا، من أثر هذا الكلام اللي يقوله الشيخ هنا، قضية أنك تبحث في أسماء الله وفي صفاته وهذه الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض، كيف تزيل هذا التعارض؟ هذا من أهم مسائل يعني علوم القرآن كما ذكر الشيخ، وهو مهم جدا وينبغي للمسلم أن يستحضره، لأن الإنسان منا الذي نشأ في بيئة إسلامية وفي بيئة سنية نقية ليس فيها بدع وليس فيها انحرافات، ربما لا يشعر بهذه النعمة التي يعيشها. لكن عندما ترى ما يعيشه الآخرون من شك واضطراب تدرك ما أنت فيه من النعمة. ولذلك الله قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والشبهات خطافة كثيرة اليوم، يعني تروج بأكثر من طريقة اليوم،
الشبهات تصل الآن للجوالات ولوسائل التواصل، وما أكثر الشبهات التي تروج بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، تشكيك في الآيات القرآنية، ترويج لتفاسير خاطئة للقرآن الكريم. فإذا لم يكن طالب العلم متقن لهذه القواعد وقع في نفسه شيء من الشك والحيرة. أيوة تفضل يا شيخ. أكمل الشيخ القاعدة؟ أيه توكل على الله اللي بعدها. القاعدة 13: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بدفع النقم. وإن أحدا من الخلق ليس عنده نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع، فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها. وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعتراف بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء، فيتعين أنه المعبود وحده. فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له. ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا، ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأن لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم، ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه، ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه. ويتحداهم من يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين، ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينكصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوه لهلكوا. وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه. نعم، إذن القاعدة 13 يقول: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. هذه ليست قاعدة من قواعد التفسير، وإنما هو موضوع من موضوعات التفسير الموضوعي، وهو منهج القرآن الكريم في الجدال والمحاججة. وقد كتبت فيه كتب، من أجودها كتاب شيخنا الدكتور زاهر الألمعي الذي سماه منهج الجدل في القرآن الكريم. منهج الجدل في القرآن الكريم، هذا كتاب جيد في بيان منهج القرآن الكريم في المجادلة المبطلين ومجادلة المشركين ومجادلة الملحدين ومجادلة المنافقين، وكيف رد عليهم وكيف ناقشهم ورد شبهاتهم وهكذا. فهذا يعني الشيخ عبد الرحمن السعدي في هذه القاعدة ينبه على طرف من منهج القرآن الكريم في الجدل والمحاججة ومجادلة الكافر، وهذا مفيد جدا لطالب العلم الذي يريد أن يتعلم أسلوب القرآن الكريم في الجدل وفي الرد على المخالف. هذا مهم جدا ومفيد جدا، وقد تنبه له العلماء من قديم، وكتب فيه الشيخ محمد أو ابن الوزير اليماني له كتاب اسمه الترجيح وأساليب القرآن على أساليب اليونان، وأن ما في القرآن الكريم من الأسلوب في الحجاج والمجادلة أحكم وأسلم من تعلم المنطق اليوناني، لأن المنطق اليوناني والمنطق بصفة عامة هو الهدف منه هو إحكام صناعة الجدل، بحيث أنك كيف تستطيع أنك تجادل وتدافع عن فكرتك وتناضل عن فكرتك. بل حتى علم الكلام الذي يسمونه علم الكلام هو يعني الهدف منه هو الدفاع عن العقيدة والاحتجاج لها. ونحن نقول ما في القرآن الكريم من منهج في الجدل والمجادلة يغني عن هذا كل،
ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقرر هذا في كثير من كتب. فالرد على المنطقيين وفي تعارض العقل والنقل وغيرها هو من هذا الباب، قضية بيان منهج القرآن الكريم في المجادلة والرد على أصحاب الأديان الباطلة ونحو ذلك. وكما ذكر الشيخ يعني أهمية هذا الموضوع و يعني ضرورة لطالب العلم. تفضل اقرأ التي بعدها. القاعدة الرابعة عشر. طبعا يعني من السور التي يعني اشتملت على الكثير من الجدل والمحاججة سورة الأنعام، ولذلك الذي يقرأ منكم في تفسير سورة الأنعام يتضح له منهج القرآن الكريم في الجدل كثيرا، لأنها في منهجها كلها ترد على محاججة المشركين والرد عليه. ولذلك وردت فيها قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، عندما فلما رأى الشمس بازغة فلما رأى القمر بازغا، هذا كله جدل ومناقشة. مثلا في ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، هذا منهج من مناهج القرآن في الجدل. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، هذا منهج في الجدل، كيف تحيي وتميت؟ أنا أحيي وأميت. طبعا هم يقولون في كتب التفسير أنه يقول أنا أحيي، هذا شخص محكوم عليه بالقتل خلاص، أيس من حياته، أطلعه وأطلق سراحه كأني أحييته. وهذا يعني نوع من يعني الفلسفة والحذلقة، ما هذا ليس هو المقصود بالإحياء. الإحياء هو أن تخلق من العدم، يلا أخلق نفس من العدم. الله قد نفى، قال وإن الذين قال ولن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يلا أخلق ذباب من العدم فيه الروح، أنفخ فيه الروح ما فيه. وتميت، كيف تميت؟ قال هذا شخص بريء لا ذنب له، يحكم عليه بالقتل، هذا يميت. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام شوفوا منهج الجدل، كان بإمكان إبراهيم يتوقف معه يقول لك ما تفهم، ليس هذا هو المقصود بالإحياء والإماتة، وكان سيحجه بذلك، لكنه ماذا صنع إبراهيم؟ مشاها، قال بمشيها لك. وهذا يسمونه في علم الجدل التنزل مع الخصم، يعني كأنه يقول يعني يبدو أنت من غبائك ومن مجادلتك بالباطل ما فهمت الفكرة، لكن أنا بمشيها يلا. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، يلا دبر نفسك، فأتي بها من المغرب. تورط هذا، ما عرف يجيب لها زي اللي قبلها صح. ولذلك هم يقولون في منهج الجدل والمناظرة إذا قال الخصم قولا فيه نوع شبهة ممكن تمشي على واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. يعني هذا الملك هذا لما قال أنا أحيي وأميت، هذا إنسان بريء سأقتله، وهذا إنسان مذنب ومحكوم عليه بالقتل، بيصدق مجموعة من الغوغاء في كل مجتمع، في مجموعة من الغوغاء بيقولون كلام الملك صح، طيب يلا خلاص هذول ما فيهم حل هذول أحيانا. فأحسن حل تنتقل للنقطة اللي تجيب حاجة أقوى مما ذكرت، إذا كان هذا فيه احتمال أن كلامك يعني يمكن يمشي على بعض الجهلاء. طيب إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هيا يلا كيف ما في أحد، فبهت الذي كفر. فإذا من وسائل المجادلة أنك ما تجلس تناقش في الأشياء المشكلة هذه، وإنما تسلم يعني جدلا، وإلا لو توقفت عندها لحججته أيضا وقلت له ليس المقصود بالإحياء هذا، أنت فاهم خطأ وتقيم عليه الحجة، لكنك تتجاوز هذه النقطة التي ربما يكون فيها شبهة وتنتقل إلى نقطة دامغة. فيعني كما يقولون في الملاكمة يعني تهزمه بالضربة القاضية، ما فيها حل هذه. لما يقول أتي بالشمس من المشرق، الله يأتي بها من المشرق، يلا جبها من المغرب، ما استطاع، فبهت الذي كفر. فهذا هو منهج من مناهج الجدل في القرآن الكريم، موجود في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة، وفي قصته في سورة آل عمران، عفوا الأنعام، عندما قال لما رأى كوكبا، نعم قال هذا ربي. طبعا الصحيح أن هذه القصة التي وردت
هي من باب المناظرة بين إبراهيم وقومه، وليس إبراهيم يشك في أن الله سبحانه وتعالى أنه هذا القمر أو هذا الكوكب أو هذا الشمس أبدا، لأنه قال عن إبراهيم ولم يكن من المشركين ونفى عنه الشرك أبدا، لكن هذا الموقف أو القصة هي من باب المجادلة مع قومه، يريد أن يلزم قومه كما فعل بهم عندما ألزمهم في قضية الأصنام، لما راح وهدم كل الأصنام وترك الكبير صح، وحط الفأس علقه بالصنم الكبير، قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال فعله كبيرهم هذا. هذا في حقيقته كذب صح؟ كذب، هو ما هو كبيرهم، هو اللي هدم الأصنام، بس إنه أراد أنه يقيم عليهم الحجة، قال فعله كبيرهم هذا. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هؤلاء ما يسوون شيء. قال سبحان الله، فشف كيف قام عليهم الحجة. طيب إذا كان أفتعبدون ما تنحتون، وقال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون، وهكذا. فهذا أسلوب يعني من أساليب الجدل، لو فقط في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لو تتبعت قصته لوجدت الفوائد الكثيرة فيما يتعلق بما ذكره الشيخ السعدي هنا في طريقة القرآن الكريم في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. الحجاج يعني الاحتجاج وإظهار الحجج والجدل ونحو ذلك. طيب، القاعدة 14: حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له، وهذه قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات، وأجمع للمعاني النافعة، ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها أنه قال في عدة آيات لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي، ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام، ولهذا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها، وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ، مثل قوله هدى للمتقين، أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان، أي المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى، وكذلك قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي إن الذين كانت التقوى وصفهم وترك المحارم شعارهم، متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب كعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى، وتذكروا عقابه ونكاله، وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات، فإذا هم مبصرون من أين أتوا، ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، فبادروا في التوبة النصوح فعادوا إلى مرتبتهم، وعاد الشيطان خاسئا مدحورا، وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله قولوا آمنا بالله الآية ونحوها، وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا، يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد، وكذلك قوله إن الله يحب المحسنين وأحسنوا للذين أحسنوا الحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها، وكذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر،
فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله. وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه. وكذلك أمر تعالى بالصبر ومحبة الصابرين وثناؤهم عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع، ليشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة. ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيده بشيء، ليشمل جميع ذلك المعنى. ومن هذا قوله فإن أحصرتم، ليشمل كل حصر. وقوله فإن خفتم فرجالا وركبانا، ليعم كل خوف. وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد بما سبق الكلام لأجله، وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت، ولكن قد فتح لك الباب فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم. نعم، القاعدة الرابعة عشرة إذن يقول حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. هذه قاعدة لغوية ليست قاعدة تفسيرية. قاعدة لغوية هذه من ثراء اللغة العربية، هذه القاعدة وهو حذف المتعلق. حذف المتعلق كما قال هنا ذكر أمثلة كثيرة مثل ألهاكم التكاثر. تكاثر في إيش؟ محذوف صح؟ ما قال ألهاكم التكاثر في الأولاد، ألهاكم التكاثر في الأموال، خلاص قال ألهاكم التكاثر حتى يشمل كل تكاثر يلهي عن طاعة الله. فإذا حذف المتعلق أبلغ من ذكره، فهو قال هنا حذف المتعلق يفيد تعميم المعنى المناسب له. فإذا قلنا ألهاكم التكاثر فالمعنى المناسب له أشياء كثيرة، التكاثر في الأموال والتكاثر في الأولاد والتكاثر في الدنيا والتكاثر مما يشغل عن الآخرة إلى آخر. واضح؟ حتى لو قلت التكاثر في الجوالات تدخل صح؟ يجيك واحد مثلا عنده 10 جوالات نقول ألهاك التكاثر، شفت الفكرة؟ السيارات بعضهم عنده 15 سيارة وراح وقتك كله بس يغير بنزين وزيت نقول ألهاك التكاثر. فإذن حذف المتعلق هنا يدل على العبوب، وأمثلته كثيرة جدا في القرآن الكريم، وقلت لكم هي قاعدة لغوية وليست قاعدة تفسيرية، فهي يعني لغة العرب هذه هي، فهذه قاعدة في فهم اللغة العربية وليست في فهم القرآن فقط. هذه القاعدة تنطبق في الشعر وتنطبق في النثر وتنطبق في الحديث النبوي، واضح هذا يا شباب؟ فهو يقول هي قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نتقي ماذا؟ قال تتقون وأطلقها، فيدخل فيها تتقون أشياء كثيرة، تتقون المحرمات وتتقون المكروهات وتتقون ما يغضب الله إلى آخره، فيدخل فيها أشياء كثيرة. لو أردت أن تحددها لطال بك المقام، لكنه عندما حذفها ذهب ذهنك إليها جميعا، وهذا من بلاغة الحذف في اللغة العربية، بلاغة يسمونها بلاغة الحذف، وهناك كتب بهذا العنوان بلاغة الحذف في اللغة العربية. إذا ذكرت ضعفت البلاغة، إذا حذفت ذهبت في الذهن كل مذهب. أضرب لكم مثال، يقول الشاعر لو كنت أعلم أن يوم رحيلكم يوم الفراق فعلت ما لم أفعل. لو كنت أعلم أن يوم رحيلكم يوم الفراق فعلت ما لم أفعل، وش تفهمون منها؟ وش بيسوي يعني؟ يمكن أنا أحسنت، ممكن منعتكم من السفر، مشيت معكم زيادة، ما خليتكم تروحون،
يلا كلها تذهب، يذهب الذهن كل مذهب. كما يقول الشاعر في أظنه ابن زيدون عندما قال: يا أخ البدر سناء وسنن، رحم الله زمانا أطلعك. ثم يقول: إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك. ثم يقول في الأخير قال: يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطى إذ شيعك. شوف يعني المعاني كيف تذهب. فكذلك هنا في قوله هنا: لو كنت أعلم أن يوم رحيلكم يوم الفراق فعلت ما لم أفعلي، وحذف. ففعل أشياء كثيرة، ممكن أشياء كثيرة ما ندري عنها. فبلاغة الحذف أوسع من بلاغة الذكر. ولكن متى يكون الحذف أبلغ؟ هنا تأتي الدراسة. متى يكون الذكر أبلغ؟ مثلا في تحديد الأحكام الشرعية لا ينفع الحذف، لابد من الذكر. فالله سبحانه وتعالى يقول: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. لازم تحديد في الأحكام. فإذا هذا هو مقصود هذه القاعدة، أن حذف المتعلق يفيد تعميم المعنى المناسب له. وفي القل: لعلكم تتقون، لعلكم تعقلون. تعقلون ماذا؟ عامة. تعقلون أوامر الله، تعقلون النواهي، تعقلون إلى آخره، تعقلون إلى آخره. فإذا هذه كما ذكر الشيخ قاعدة عظيمة، ولكنها قاعدة من قواعد اللغة العربية في فهم اللغة العربية وفهم الأساليب العربية. ويمكن أن تدخل هذه القاعدة تحت دلالة الأساليب، دلالة الأساليب في اللغة العربية، وليست دلالة المفردات، وإنما دلالة الأساليب. كيف هذا أسلوب الحذف؟ أسلوب من أساليب العربية. وفي القرآن الكريم ما في لغة العرب من الحذف والإثبات والذكر والكناية والمجاء ونحوها. طيب، التي بعدها القاعدة الخامسة عشرة يا شيخ. قاعدة الخامسة عشرة: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان، وهذا في عدة مواضع من كتابه، فمن ذلك النصر، قال في إنزاله الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وأعم من ذلك كله قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى. ومن ذلك بل ألطف من ذلك أن يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسر مؤذنا باليسر. وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. رأيت من ذلك العجب العجاب. وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. أحسنت. إذن هذه القاعدة الخامسة عشرة هي أيضا فائدة من الأسلوب القرآني، وليست قاعدة من قواعد التفسير. يقول فيها: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. فالله يقول أن الله سبحانه وتعالى يعني طالب المؤمنين بمطالب عالية. صحيح، نحن مطالبين بالعمل الصالح، ومطالبين بالجهاد، ومطالبين بالصبر، ومطالبين بالحلم، ومطالبين بالصدقة، ومطالبين كل هذه مطالب عالية عظيمة، ولكن يعني فيها شيء من المشقة. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه المشقة مبشرات بما بعدها من الفوز والنجاح، حتى يتشجع المؤمن. فيقول مثل قوله سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، عندما تحدث عن نزول المطر في غزوة بدر. وقال في أسباب الرزق: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. وقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. البشرى في أشياء كثيرة، البشرى الرؤية الصالحة، بشرى الطمأنينة التي يقذفها الله في قلوب المجاهدين والصابرين، بشرى
ما يجعله الله من كبت الأعداء بشرى لك، ما يصيب الأعداء من الكوارث بشرى لك، وهكذا. فالمبشرات كثيرة للمؤمنين، وقد ذكر الله في القرآن الكريم نماذج كثيرة منها حتى يثبتهم على هذا الطريق. والله سبحانه وتعالى عندما يعني علمنا كيف نقول اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا عليه، هذه الهداية والثبات على الطريق المستقيم فيها صور كثيرة، صور كثيرة. عندما يريك الله سبحانه يقص عليك قصص المخالفين الهالكين، هذا من هدايتك للطريق المستقيم، كأنه يقول انتبه لنفسك. يقص عليك قصة عاد وثمود وكيف أهلكهم، يقول انتبه لنفسك لا تكن مثل هؤلاء. يقص عليك قصص بني إسرائيل ومع موسى، هو يريد أن يقول لا تصنع مثل هؤلاء، واضح هذا؟ فكل هذه تدخل تحت هذه الفائدة التي ذكرها الشيخ، أن الله جعل الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. وذكر يعني قصص الأنبياء والأصفياء وكيف أنه لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض إلى آخره ثم فرج الله عنهم. قصة يوسف مثال على هذا، ونظائرها كثيرة، فهي كما قلنا فائدة مستفادة من أسلوب القرآن، لكنها ليست قاعدة تفسيرية بالمعنى الاصطلاحي الذي يعني اصطلح عليه أهل التفسير. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.